مشاهدينا، والآن نتابع معكم أداء أسعار العملات مقابل الجنيه المصري. لنبدأ معكم بالدولار في البنوك المصرية لهذا اليوم. نجد أنه النطاقات فيما يتعلق بالبيع تتراوح ما بين 17 جنيها و55 قرشا وحتى 17 جنيها و64 قرشا. هناك اتساع في نطاق الأسعار، بينما تزيد أسعار الشراء عن ذلك بعشرة قروش. ماذا عن بقية العملات الأجنبية والعربية الأكثر تداولا في البنوك المصرية وفي مصر بشكل عام؟ هناك ارتفاع في كل هذه العملات. اليورو يسجل 21 جنيها و83 قرشا، الاسترليني 25 جنيها و4 قروش، الريال السعودي 4 جنيهات 71 قرشا، والدرهم الإماراتي 4 جنيهات و81 قرشا. أما فيما يتعلق بأسعار الذهب فهناك ارتفاعات جديدة في السوق المحلية، ليسجل سعر الجرام من عيار 21 665 جنيها، وسعر الجرام من عيار 18 570 جنيها. وكان سعر الجنيه الذهب اليوم 5324 جنيها.